جرائية جميلة. هو انتوا حاطين شريف فوق دماغكم زعقين ليه؟ هو كل ما مصيبة تحصل هتقولوا شريف؟ ده انت ناقص تقولي لي ان شريف هو اللي شاير الفيديو بتاع امك على النت، ولا يمكن شريف هو اللي خلى اكرم يفكر ينتحر؟ قولي لي بس عشان ابقى واخده بالي. لا انا عايزاكي تعلي صوتك اكتر عشان ماي لسه ما سمعتش فضايحنا. لا يا حبيبتي، احنا فضايحنا بقت في المحاكم. ما هو جوزي اللي انت بتقولي انه حرق عربيه زياد في النيابه من الصبح بيتحقق معاه بسبب المحضر اللي انت عاملاه له، وبكلمه تليفونه مقفول. الله اعلم بقى حبسوه ولا لا. لا انت جوزك ده مش عايزاكي تخافي عليه خالص، لانه بسم الله ما شاء الله نصاب عالمي، يعني هيعرف يسلك نفسه، هيطلع بكفاله او بضمان اي حاجه لحد ما يخلصوا التحريات. بس بعد بقى ما يخلصوا التحريات لو اثبتوا ان هو اللي حرق عربيه زياد، صدقيني هيتحبس ومش هيطلع منها تاني. يا شيخه حرام عليكي انت وزياد بتاعك ده، الراجل طول عمره شايلنا فوق دماغه احنا وابوكي، عمره ما قال لحد لا. طبعا عشان يكبش ويحط في جيبه. هو عمر حد فينا عارف المكتب ده كان ماشي ازاي؟ انا جوزي مش حرام يا جميله، جوزي راجل محترم وصلنا لعشرة وعمل لي اعتبار ما رضيش يعمل محضر في جوزك لما تهجم علينا في البيت ببلطجيه. طبعا يا ايه، جوزك مش حرامي باعتبار ان هو ما بيعكيش اللي وراكي واللي قدامك، يعني سرقك. وطبعا راجل محترم عشان ما راحش للممرضه واداها فلوس وخلاها تقول كلام غير الحقيقه. من الاخر جوزك ما راحش يعمل المحضر عشان تاني يوم يروح يحرق عربيه زياد، ومن الاخر كده ايه عشان انا جبت اخري منه. انا عايزاكي توصلي لجوزك ان انا حطيته في دماغي، وانا لما بحط حد في دماغي بدوس عليه. عارفه يا جميله، ما انت دايسه علينا كلنا كل شويه بحوار جديد عشان تنسينا موضوع الورث. ورث؟ انت ليكي عين اصلا تتكلمي عن موضوع الورث بعد اللي عرفتيه عن جوزك؟ انت عايزه ايه بالظبط يا ايه؟ عايزاني اخد شقه بابا الله يرحمه كله واحطه في حجر جوزك؟ هو ده اللي انت عايزاه؟ مش هيحصل. بصي يا ايه، من الاخر انت مش هتطولي مني مليم واحد غير لما تتطلقي من جوزك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا عايز افهم انتوا سايبيني واقفين هنا ليه؟ مفيش، بنتكلم شويه. حد يروح يقول البتيس تمشي، هي قاعده معانا ليه؟ في يا ماما قاعده تطمن على اكرم. ما اطمنت وخلاص، هي صوره. ايوه بس محدش فينا هينفع يقول لها امشي. ليه؟ خايفين منها؟ لا عشان اكرم هيزعل، وما ينفعش دلوقتي بالذات اكرم يزعل. وبعدين ما تنسيش ان اللي بطنها ده ابنه، يعني نلم الدور كده ونتعامل بذكاء. بقول لك ايه يا جميله، مفيش حد في الدنيا هيروي دراعي عشان اوافق على الجوازه دي، والفيديو السخيف المزور اللي نزل ده عمره ما هيكسرني ويخليني اوافق على اي حاجه انا مش عايزاها، خصوصا بقى لو حاجه تخص حد فيكم. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.